هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا شيخ كنا ذات يوم في المقبرة وحانت صلاة العصر، فقام وأذن وصلى صلاة العصر داخل المقبرة. يقول: هل هناك خلاف في هذه المسألة؟ وهل فعله؟ لا خلاف في هذه المسألة، وهذا إما أنه جاهل ولا أنه ضال مضل. ما يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط. نبهوه وقولوا له: ترك مخطي، وأعيد الصلاة أيضا. نعم.